أكيد زينب، مساحتنا الطبية لليوم رح نتوقف فيها عند المشكلات الهضمية، فساعات الصيام خلال النهار طويلة وبالمقابل فترة مكثفة بعد الإفطار بتكون فيها المعدة معرضة للعديد من المشاكل الصحية. واليوم مع الدكتور أحمد عباس، أخصائي بأمراض الجهاز الهضمي، رح نعرف أبرز المشكلات الصحية يلي بتصيب المعدة بعد فترة الصوم. صباح الخير دكتور. رمضان كريم. عليكم. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. بداية خلينا نتعرف على المشكلات اللي ممكن تصيب المعدة خلال فترة الصيام. هلا أشيع مشاكل المعدة تحديدا خلال الصيام هي ما يسمى التخمة، اللي هي عبارة عن نفخة، آلام حادة بالبطن، تعقب وجبات الإفطار وخصوصا وجبات الإفطار طبعا. فهي أشياء مشاكل بيجي بعدها للي عنده مشاكل سابقة، مثلا اللي عنده قرحات أو مشاكل قرحية سابقة ممكن الصيام يفاقم المشكلة القرحية خصوصا إذا ما كان في علاج. فهي القصص، مشكلات القلس المعدي المريئي، يعني مفرزات المعدة ممكن تطلع على المري وتسبب لنا مشاكل مثل حموضة الحرقة كمان، فهي بتزيد برمضان كمان بسبب الإكثار من الطعام خلال الإفطار. تنوع الطعام هو الأكثر صراحة، الإكثار من الطعام أكثر من التنوع. التنوع مليح، المشكلة إنه الصايم بحس إنه هاي الوجبة الوحيدة اللي رح يأكلها فبيكتر أكل كتير، هون الإشكالية. نعم أكيد دكتور، لكن خلينا نحكي، هل في أطعمة معينة بتضر المعدة؟ مثلا في ناس تأكل كتير حر، في ناس تأكل كتير حامض، في ناس تأكل في أشياء بتضر المعدة بتأذي نسيج المعدة؟ طبعا في كتير أكلات نحن بننصح الصائم يبتعد عنها، على رأسها بيجي مثل ما تفضلتي الأكلات اللي بتحوي كتير من التوابل، الحد، البهارات، الثوم والبصل النيين كمان هدلون بننصحهم يبتعدوا عنهم. بعض الأكلات مثلا اللي قابلة للتخمر مثل المعجنات، الليمون ناضجة مو مستوية كتير هاي بتتخمر وبتسبب لنا مشاكل، مثل مثلا البقوليات الإكسار يعني مسبحة وفول وحمص وفلافل وهالقصص تلاقيها مثل ما بيقولوا نقرشة برمضان، مو أكل ببلشوا يأكلوا فيك على أساس نقرشة، هي كمان مؤذية صراحة للمعدة تحديدا. في بعض الأدوية بننصحهم كمان للصائمين شوية يتجنبوها خصوصا مسكنات اللاسترويدية، طبيعة الحال للمعدة وبزيد أزيتها خلال الصيام كون المعدة فترات طويلة بلا أكل. نعم دكتور، خلينا نحكي عن حموضة المعدة. يمكن في كتير عالم عندهم حموضة المعدة هو بس بيظهر بفترة الصيام أو بشهر رمضان، في شيء يعني فينا نسميها مؤقتة وفي ناس دائما مستمرين بحالة حموضة المعدة، خلينا نحكي عن هالحالتين. طبعا مثل ما قلت من شوي في عنا مشكلة شيء اسمه القلس المعدي المريئي، انه مفرزات المعدة بتطلع للمري وبتسبب لي ما يسمى احساس الحموضة والحرقة، بحس بيقول لي المريض انه انا بحس مثل سيخ نار من معدتي لحلقي. هاي سبب رئيسي فيها اذا كانت مؤقتة طبعا هي الاكثار من الطعام. هلا في البعض يعاني من شيء اسمه فتوق حجابية أو مشاكل مرضية، فتق حجابي أو شيء اسمه قصور فؤاد، هو المسرة السفلية للمري اللي بتوصل بين المري والمعدة، بيكون هد السام المسؤول عن عدم عودة الطعام للمري، بيكون في خلل بوظيفته فبيصيد. طبعا الإكثار من المآكل التخمة يعني اللي بياكل أكل كتير، طبعا بعدها بده يضطر غالبية الصائمين بده يروح لصلاة التراويح، وضعية السجود والهي نعم. بتزيد لي موضوع انه الأكل يرجع للمعدة فبالتالي بتزيد أعراض الحموضة والحرقة الناجمة عن القلس المعدي المريئي. طبعا في عنا لسه نحن القرحات مثل ما قلنا كمان بالبداية انه القرحات الهضمية عادة بتزيد ومن ضمن تظاهراتها هي موضوع الحموضة والحرقة. صحيح. ف
كثير شائع موضوع الحموضة والحرقة برمضان. أيضا دكتور في موضوع الإمساك بيعانوا منه كثير من الناس خلال شهر رمضان بسبب كمان الاضطراب الوجبات الغذائية اللي يمكن ما أنا منتظمة، عم يأكلوا بوقت مؤخر، يمكن في ناس ما أنا متعودة. إيه طبعا كمان موضوع الإمساك بيزيد برمضان، كمان نرجع بنقول هو عدم اتباع عادات صحية جيدة خلال رمضان. يعني غالبية الصائمين ما بيتسحروا، فبالتالي هو عم يعتمد على وجبة وحيدة أو يا دوب وجبتين عند الإفطار وقبل ما ينام وجبة، فالمعدة عم تضل والأمعاء فترة طويلة بلا أكل، وبيجي وقت الإفطار ما بيهيئ الأمعاء، إنه الأمعاء مرتاحة صار لها 16 أو 18 ساعة صحيح. في البعض مرتاحة ما داخل لها أي أكل، نجي مباشرة نحن بناكل وجبات ثقيلة، فبصير بدال نحن ما حركة الأمعاء من الفم وحتى الشرج لتطلع هالفضلات بشكل نظامي، بصير في عندي شيء اسمه حركات غير متزامنة، فبصير الأكل بيطول ليعبر من المعدة للأمعاء للكولون، وبالتالي بتزيد. طبعا هدلون نحن بننصحهم بهالحالة يكتروا من السوائل، يكتروا من الخضار والفواكه. طبعا السوائل بعيدا عن الوجبات، أنا كتير بقول له كتر من السوائل بس مو مع الأكل، يعني في البعض بيحط أبريق المي أو أبريق العصير وبيأكل لقمتين وبيشرب كاسة، هيك مضر كمان مو مليح. فمنكتر من السوائل بعد الوجبة، ويفضل بعد الوجبة على الأقل بساعة لازم نكتر سوائل، لازم نكتر خضار، لنخلي الأمعاء ترجع تستعيد نشاطها وحيويتها ونتغلب على مشكلة الإمساك الوظيفي. طبعا في بعض الإمساكات المرضية كمان ممكن تزيد برمضان كمان نتيجة سوء الهي. طبعا هدلون الحالات المرضية بنقول لهم يضلوا على التواصل مع طبيب مشان يعطيهم التعليمات اللي تجنبوا موضوع الإمساك. تماما. طيب خلينا نحكي عن هالموضوع بشكل عام، إذا أي حدا عنده مشكلة بالمعدة أو بياخد دواء وخلال شهر رمضان يمكن بده يصوم، فيمكن إذا تأخر بأخذ الدواء وأخده بعد الفطور أو وقف الدواء لهي الفترة، قديش نسبة الضرر رح تزيد أو في احتمال يساعدها بالنظام الغذائي الصحيح؟ هلا طبعا في عنا بعض الأدوية لازم تتاخذ بمواقيت، مثلا في البعض نسميه مستوى المصلي للدواء، انه الدواء بالدم مستوى لازم الحبة او الدواء ما بتغطي 12 او 24 ساعة، ولو انه هلا غالبية الأدوية صار في منها شيء اسمه نمط مديد او افراز مديد، بس في بعض الأدوية لا مضطرين ناخذها نحن كل 8 ساعات، فهدلون ننصحهم بعدم عادة الصيام. نعم دكتور. بس غالبية أدويتنا لا فيها تغطي لي، يعني لو المريض ضل فترات طويلة 12 او في بعض الأدوية ممكن تغطي لي 24 ساعة، فبكفي ياخذها مرة واحدة بالنهار. طبعا هذا كله بالتشاور مع طبيبه. اكيد. معنا اتصال من وفاء من الشام. يسعد صباحك يا وفاء. صباح الخير، رمضان كريم. يسعد صباحكم. صباح. اهلا وسهلا فيكي، حابه تسالي الدكتور شيء؟ بدي اساله عن الحلويات والاكله على السحور، هل بتعمل عسر هضم ولا هي منيحه او كفيله انها تكون وجبه للسحور؟ نعم وفاء. هلا الحلويات، طبعا هي وجبه كافيه، بس المشكله فيها انه ثلاث شغلات يراعيها الصائم. اولا ما تكون غنيه دسم، يعني مو بالسمن العربي او بالزبده، او ما تكون دسمه كثير، لانه هاي اذا كانت دسمه كثير بتاخر لي شيء اسمه الافراغ المعدي، وبتسوي لي شيء اسمه تخمرات بالمعده ونفخه وغازات، وبصير بسميها ريحة فم كريهة ومشاكل عفونة بيقولوا لي المرضى انه بحسس عفونة بمعدتي. لا، هو عمليا الاكل ضل اكثر من الفترة المطلوبة بالمعدة، وبالتالي صار في تخمر لا هوائي. هاي شغلة. ما تكون غنية بالقطر والسكر كثير، لانه كمان ممكن تعطشه خلال النهار وبنكون ما استفدنا شيء منه. فهالملاحظتين اذا اتبعهم لا جيده الحلويات عند السحور، وممكن تغطي لي نشاط 24 تمام، تعطي طاقه 24 ساعه او 12 ساعه بخلال النهار. نعم دكتور، ايضا يمكن ذكرت من شوي انه لازم نكثر من شرب من العصائر، في لها انواع عديده، كمان في انواع كمان بتسبب حموضه او بتسبب مشاكل بالمعده اذا تم الاكثار منها،
ونحن يمكن كل الوقت كل اي كل وقت الفطور بتلاقي الصائم عم يشرب. ايه هلا انا صراحة بركز على موضوع السوس كمان. هلا مليح اللي سألتي هالسؤال. موضوع السوس كتير شائع نحن خلال فترة رمضان، وهذا في بعض المرضى صراحة اللي عندهم مشاكل كبدية مو معدية. عرق السوس في شيء اسمه الدستروم، فبيحبس الملح والمي. بعض المرضى اللي عندهم مشاكل كبدية متقدمة شوي ممكن شيء اسمه الدوسترونية ثانوية، فبيجي السوس وبيزيد لي مثل ما بيقولوا الطين بلة، فبصير عندهم وزمات، بصير عندهم نسميه حبن او كبر بالبطن، بصير رجليهم يورموا ويتنفخوا، بيرفع الضغط كمان تمام، وبيرتفع الضغط عندهم، وهن ما نون عارفانين شو انه انا بالعكس لازم اكون صايم ولازم اكون مرتاح. ما هو هو بيرويك تمام، بس كمان بيضرك. تمام. فالسوس هلا في عنا العصائر اللي عندها حموضه زياده كمان بننصحهم شوي يخففوا منها، ياخذوها بعد مثل ما قلنا ساعه ساعتين من الوجبات ما في مشكله. نعم دكتور، كمان كنا عم نذكر عن تخمر الطعام بالمعده او تعفن الطعام بالمعده واللي يسمى تعفن المعده، خلينا نحكي عن اسبابه. هلا مثل ما قلنا من شوي السبب الرئيسي لما يسمى التخمرات المعده هو تاخر افراغ المعده. عاده الاكل لازم او بشكل طبيعي بينوجد بالمعده 3 لـ4 ساعات ماكسيموم. المعده هي وظيفتها خزان وعجن المواد الطعاميه لتوصل لحجم معين ليسهل عمليه الهضم. المعده ما بتهضم الاكل، هي نعم. بس خزان مستودع ومثل عجين تعجن. فلما بيطول الاكل اكثر من 4 ساعات صار في عندي شيء اسمه استقلاب لاهوائي او تخمر، ببلش الاكل يتحلل يتفسخ. مثل انا بقول لهم للمرضى احيانا بجوز انتم ما لحقتوا، في ما يسمى النمليه، او كان قبل البرادات يحطوا الاكل بالنمليه، فلما بيتخمر بصير تطلع عفونه وفقاعات على سطح، فهي نفسها العملية بتنوجد بالمعدة لما بيطول الأكل أكثر من 4 ساعات. طبعا هذا ليش بيصير؟ لما منكتر من الوجبات الدسمة، الأكل الدسم كتير بيعمل لي شيء اسمه تشنج بالبواب، هو الممر من المعدة إلى الأمعاء، وبيرخي لي الفؤاد، فهو بيأخر إفراغ المعدة وبيسد لي عملية القلس. فبيصير في عندي شغلتين، إنه المعدة طول الأكل فيها وصار الأكل عم يرجع للمري، فكتير مزعج موضوع الأكلات الدسمة. الإقلال من الخضار والفواكه، لما ما بناكل أكل خضرة وفواكه كتير كمان هذا عمليا بيأخر لي أو ببطئ لي إفراغ المعدة. المعدة لما بتكون مرتاحة وما بهيئة صح، يعني أنا بقول لهم للمرضى أو للصائمين ما هم مرضى هنين، أنه خذ كاسة مي صغيرة، كام تمرة، صحن سلطة، واستنى على حالك ساعة ساعتين تمام، وبعدين تكون المعدة صارت مستعدة لتتقبل الأكل. نعم. وتفرغه بشكل طبيعي. نعم. وبالختام دكتور خلينا نقول نصائح أخيرة، بما أنه ما بقي عن غير كم يوم لشهر رمضان، نصائح خلينا ننصحها للعيد كمان من بعد فترة شهر حلو العيد صيام، رحنا على العيد يمكن أكل كتير تمام. ودسم كتير، نصائح أخيرة بتحب توجهها؟ هلا النصائح للصائمين قلنا لهم يكتروا سوائل، يكتروا خضار وفواكه بعيدا عن الوجبات الرئيسية. بالعيد طبعا بنصحهم يتجنبوا الاكلات الدسمه. نعم. كثير، وما يسمى ادخال الطعام على الطعام. نعم. انه بصير في عزايم وداير من بيت لبيت وعم ياكل من هون قطعت حلو من هون شوي. نعم. جاتو شوي. نحن دكتور حتى ما نطول على المتصلين، في معنا اتصال. مرحبا. الو 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 عم تسمعينا؟ الو ايوه الو. صباح الخير. صباح النور، تفضلي دكتور معك بس على السريع لو سمحتي لانه ما معنا كثير وقت. يلا تفضلي. صباح الخير دكتور. صباح النور دكتور. انا عندي يعني كثير غازات بالمعدة وامساك، يعني كثير بعاني من الغازات يوميا، صبحيات تدريع كثير. نعم.
نعم بس ما سمعت مزبوط آخر إنه في غازات وفي أوكي شو استفسارك إمساك شو السؤال إمساك يعني كل 3 أيام مرة لا أطلع وغازات كثير ببطني ما أخذ أمبراز نعم هلا دكتور رح الأمبرال اولا ما بفيدني بحاله الاسهال الامساك عفوا والنفخه والغازات الأمبرال هون ما له دور بفيدني بس بحالات حموضه المعده او اذا في عندنا مشاكل مثل ما قلنا قلس معدي مريئي او مشاكل قرحيه فالأمبرال ما بفيد بحالتك او هاي الشغله الشغله الثانيه اذا سمعتيني النصائح ونكتر خضار وفواكه بعيدا عن الوجبات ونكتر سوائل كتير بعيدا عن الوجبات بهيك حالات منخفف موضوع الامساك ومنتغلب عن النفخة والغازات ممكن اذا كتير مزعج الموضوع ناخد شيء اسمه خبز السكري او خبز نخالي هذا كتير بيساعد كمان على انه الامعاء تتحرك وتتنشط وبخفف موضوع النفخه والغازات والامساكات نعم نحن بدنا نعتذر من كل اللي معنا على الاتصال اللي ناطرين لانه وقتنا خلص لليوم دكتور شكرا كثير لحضرتك وشكرا لكل معلومه قدمت لنا اياها شكرا كثير شكرا لكم يا هلا شكرا لك دكتور على كل النصائح اللي اعطيتها للمشاهدين